الموسم الثاني لمسابقة ست النكهات. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. اليوم معنا المتسابقة هديل كيالي. هديل شو أخبارك؟ منيحة الحمد لله. شو عملتي لنا اليوم يا هديل وشو مستخدمة من منتجاتنا؟ اليوم عاملة دجاج محشي بالبندورة المجففة والريحان والجبنة الكريمية. تمام. وبدي أعمل سايد ديش روستد بوتيتو. أوكي. برضو كله بمستخدمة منتجات كنول. أول شيء بدنا نخلط البندورة المجففة، بدنا نحط جبنة كريمية وريحان. هلأ أنا الجاج نقعته قبل بليلة أو يعني لمدة ساعتين. نقعته بمسترد وديجون. أوكي. وعسل وأوريغان. انت رح تستخدمي خلطه البروستد، احط لك اياها مع مع القرشله او الكعك المطحون. هلا بدنا نحط الحشوه. خليني اشيل لك هاي. هلا بس بنلكها ببيض وبخليط البقسماط. نحطها ببيض بعدين بالروستد المخلوط مع القرشلة. احنا بس رح نعطيهم لون هديل ونقلبهم بعدين نحضر صينية الفرن. كيف بتحطي حرارة الفرن؟ 180 تقريبا نص ساعة. ممتاز. اوكي هديل رح اقلب لك الجاج. اذا انت بدك تعملي الصدورة سوري الصوص. الصوص اوكي. هلا الصوص بالفود بروفيسور بدنا نحط الساند دراي توميتو. حتى بتعرف بفضل شوي مع الزيت تبعها. نحط تقريبا نص كوب كريمه وبدي احط ولا نص كميه الجبنه الكريمي تقريبا يعني شغل 100 جرام او اقل يعني. بحط لها كمان ريحان يعني نفس مكونات الحشوه. بحط لها كمان رشه بودر الثوم. طبعا ضروري تكون مطبوخه لانك انت مقدمه دجاج سخن وهي هلا بارده فبدك تعمليها زي صلصه انت. مزبوط. هلا هاي وصفه الروست بوتيتو. بطاطا بقطعها انا هيك على شكل ويدجز يعني حجمها شوي كبير وبتكون مقشره. انا ما بعرف بحس القشر بعطيه مرات البطاطا مرات. وفعلا عن جد بجيب طعمها بودره كنور هي طبعا اهم مكون. أهم شيء البهارات أنا بالنسبة إلي بودرة البصل. برافو. حط بودرة الثوم. نحط بابريكا. نحط بهارات إيطالية. طبعا اهم شيء فيها كمان الروزماري بعطيها نكهه طيبه. في بهارات اختياريين اللي هي السموكت بابريكا وبودرة الفلفل. بودرة الفلفل الاحمر يعني هاي اختياريه. نحط شويه زيت. بتحطيهم طبعا بالصينيه فرن لمده قد ايه؟ بحطها شوفي هي بدها تقريبا من نص ساعه لثلاث ارباع ساعه. اوكي. بس بدك كل 10 دقائق ربع ساعه بدك تقلبيهم. وهيك صارت وصفه هديل كيالي معنا جاهزه.
بتمنى إذا عجبتكم وصفة هدي الكيالي إنكم تدخلوا على موقعنا كنور أريبيا وتصوتوا لها.